هاي فاكهة التنين الدراكون، وهذا النمو مالته ما شاء الله واصل تقريبا مترتين. نمو جيد جدا. هاي السندانة هالفوق فقط رمض نهري، والسندانة الجوة فقط سماد حيواني. الري مثل ما تشوفون شربه يابسه، يعني سقي ضعيف جدا هكذا. ذلك هاي قصينا راسها، طلع لنا فرع بهالمكان هذا، ننتظر يطلع لنا فرع ثاني وثالث. هاي التجربة نشوف اثمارها بالعراق ومقاومتها للاجواء العراقية. هذا الدراكون الاخر لا، نطعم على التين الشوكي، هذا كله طعم. وهذا على نوع من انواع الصبار مطعم. ما معطينا اي سماد، فقط سماد حيواني، يعني اي كيماويات ما ضايفين له. مثل ما تشوفون تفرعاته، خشونته ونمواته كلش قوية.